Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fi hadha al-yawm al-mubarak nas'ad nahnu huna fi Filistin biftitah Masjid Istiqlal Indonesia al-Kabir alladhi yaji fi dhikra ta'sis Masjid Indonesia al-Kabir hunak liyakuna hadha far'an lil-masjid hunak fi al-asl. وبهذه المناسبة فإننا نتذكر قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبهذا أتوجه بالتهنئتي القلبية الحارة لشعبنا الفلسطيني على افتتاح هذا المسجد العظيم. ولا شك أنه من الواجب علينا أن نتوجه بالشكر للشعب الأندونيسي بكامله، كما نتوجه بالشكر أيضا لرئيس أندونيسيا الذي نحبه من قلوبنا إن شاء الله، وهو الرئيس جوكو ويديدو. ثم إننا نخص مؤسسة كاسيا فلسطين بالشكر على أنهم قاموا بجمع الأموال الكافية لتدشين هذا الصرح العظيم. وبهذه المناسبة فإننا نتمنى إن شاء الله للشعب الفلسطيني أن ينعم بطاعة الله وعبادته وأداء الصلاة والشعائر الدينية وكل الأنشطة التي من أجلها أنشئ هذا المسجد وتنشأ المساجد في بلادنا وفي أمتنا كذلك. وأجدد التهنئة لشعبنا الفلسطيني وأتمنى لأهل محافظة خان يونس هنا صلاة مقبولة وطاعة عظيمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم الدكتور يونس الأسطل، عضو رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني.